بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فيديو جديد هنكمل فيه كلامنا عن الريفت فاميلي. خلينا نخش في الموضوع بشكل مباشر ونيجي من الريفت هوم ونقول له من الفاميليز عايزين نعمل نيو فاميلي. مبدئيا دي كده كل التمبلتس الخاصة بالفاميليز اللي حضرتك تقدر تستخدمها عشان تقدر تبني فاميلي جديدة. حضرتك ببساطة تقدر تعمل فاميلي جديدة أو تقدر تفتح أي فاميلي موجودة بالفعل وتعمل لها إيديت. محتوى الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة هيكون إزاي نقدر نعمل فاميلي جديدة بطرق مختلفة، وإيه هي التمبلتس المتوفرة عندي اللي أقدر أستخدمها عشان أقدر أطلع فاميلي بشكل محترم ومباشر. طبعا هنكمل عن الكلام اللي احنا بدأناه في الفيديو اللي فات. مبدئيا كده خلينا ندور عن المتريك جينيريك موديل ونبدأ بيه ونشوف نقدر نعمل بيه ايه. وخليني برضو اوضح لحضرتك ان الموضوع بتاع الفاميلي تمبلتس موجود في المسار الخاص بالسي ثم البروجرام داتا بالشكل ده. نخش على اللوكال ديسك سي ثم بروجرام داتا، طبعا فايل معمول له هيدن، ثم هندور على ار، هندور على اوتو ديسك، ثم ار في تي 2019 او اي فيرجن حضرتك بتستخدمه، ثم هتلاقي حاجة اسمها فاميلي تمبلتس، ثم هندخل على الفولدر الخاص بالانجلش. هتلاقي عند حضرتك كل الفاميلي او كل التمبلتس الخاصة بالفاميلي سواء كانت 2D او 3D. زي ما قلنا خلينا نستخدم في البداية المتريك جينيريك موديل ونشوف نقدر نقول فيه ايه. ده كده شكل الفيو الخاص بالتمبلت الخاص بالمتريك جينيريك موديل. هو عبارة عن تمبلت جينيريك حضرتك تقدر تعمل بيه اي فاميلي حضرتك عايزها، مش مخصص لجهة معينة، يعني مش فاميلي خاص بالاستراكشر كولوم او خاص بالاستراكشر بيم وهكذا. ده موضوع عام تقدر تنفذ بيه اي فاميلي. ومبدئيا خليني كده اوضح لك حاجة مهمة، انك عندك حاجة اسمها الفاميلي كاتيجوري اند بارامترز. هنا بتقدر تحدد انت حضرتك هتشتغل في ايه علشان الريفت يبدأ يفهم انت بتعمل ايه بالظبط. طبعا انت شغال دلوقتي في جينيريك موديلز، احنا مثلا خلينا نقول ان احنا محتاجين نعمل استراكشرال كولوم بالشكل ده ونقول له اوكي. انا كده فهمت الريفت ان التمبلت اللي انا فاتحه بشكل عام خصصته شوية عشان أبدأ أعمل فاميلي خاصة بالأعمدة الخرسانية. طبعا عندي هنا تو ريفرنس بلان، طبعا هما الاتنين سترونج ريفرنس، وبالتالي الاتنين تقاطعهم مع بعض معمول لهم ديفاين للأوريجين زي ما حضرتك شايف وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، بحيث ان دي هتكون هي الانسيرشن بوينت بتاعت الفاميلي اللي حضرتك بتعملها. خلينا نكرر العملية اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. احنا قلنا عندنا مجموعة كده من الحاجات لازم تتعمل عشان تبدأ الفاميلي بتاعتك تبقى كويسة ومفيهاش اي مشاكل. هنبدأ نعمل ار بي او ريفرنس بلان، نيجي كده نقول له والله مثلا احنا ممكن نشتغل بالبيك لاينز، ونقول له هنا خلينا نشتغل على وليكن 500. خمسمية ملي يعني 50 سنتي. وهبدأ اختار الريفرنس بلان بأعلى شوية عشان يديني ريفرنس بلان لفوق، ونفس الكلام من الناحية التانية، ونفس الكلام في المحور الرأسي بالشكل ده، وهقول له اسكيب ثم اسكيب، ثم هبدأ اقول له انا هعمل دايمنشن دي اي، وهقول له خلي لي الدايمنشن بالشكل ده ويبقى ايكوال، ثم هنا اديني دايمنشن، وفي الاتجاه التاني نفس الكونسبت.
هبدأ استخدم حاجة جديدة من قائمة كريت اللي طبعا هنتكلم عنها كلها بالتفصيل ان شاء الله تباعا، وهنوضح حاجة حاجة فيهم بتعمل ايه، الاكستروجن بليند، الريفولف، السويب، سويبت بليند، وطبعا الفويد فورمز، وهنتكلم عن كل حاجة ان شاء الله في الفيوز الخاصة بالفاميلي. النهاردة هنستخدم الاكستروجن او السوليد اكستروجن. ايه هو السوليد اكستروجن؟ زي ما الريفت هيلب بيعرفه ببساطة، creates a 3D solid by extruding a 2D shape profile. يعني ايه؟ حضرتك ترسم شكل 2D، يعني مربع، دايرة، مستطيل، وهكذا، وتبدأ تديله ارتفاع، فيتحول الشكل اللي حضرتك رسمته ك2D ل3D shape بكل بساطة. تقدر نعمل كده ازاي؟ هنقوله من create عايزين نعمل extrusion، وهبدأ اشتغل بيه البيك لاينز، وخليني طبعا اقول له انا عايز اعمل لوك عشان يبقى فيه كونسترين بين اللاين اللي انا برسمه وما بين الريفرنس بلاين بالشكل ده. زي ما حضرتك شايف الكونسترين اتعمل بشكل تلقائي. ثم هبدأ اعمل تريم، ثم هقول له فينيش او فينيش اديت مود. كده انا رسمت الشكل ال 2D بتاعي. لو رحت لاي اليفيشن وليكن فرونت، هتلاقي حضرتك الشكل بالمنظر ده. عندي الريف ليفل، ده هو النقطة اللي هيبدأ ياخد، ده السترونج ريفرنس بلان بتاعي، هيبدأ منه دايمنشن لأعلى أو لأسفل زي ما حضرتك عايز. لما تيجي حضرتك تدي ارتفاع كبارامتر، ده هيؤدي لأن العمود هيرتفع من النقطة اللي حضرتك بتحطه فيها لأعلى بالقيمة اللي حضرتك عاملها. طبعا فأنا هعمل ار بي وأحطه في أي مكان بالشكل ده، ثم هقول له دي اي، وهاخد من السترونج ريفرنس بلان لويك ريفرنس بلان بالشكل ده، ثم هقول له الاين، وديني العمود لحد هنا، وهقول له طبعا اعمل لي كونسترين. كده انا خلصت الريفرنس بلانز، خلصت الدايمنشن، ناقص ان انا اعمل الليبلز او البارامترز. ببساطه كده واحنا موجودين بالمره في الفرونت، ممكن ندي البارامتر الخاص بالهايت. هنعلم على الدايمنشن، نيجي من ليبل، وهبدا اقول له انا عايز اعمل كرييت بارامتر، وهسميه وليكن الاتش، ومش محتاج اعدل اي حاجه تاني، طبعا هي فاميلي بارامتر بكل تاكيد. ممكن هنا في اديت تول تيب ادي كده اعرف الموضوع او البارامتر اللي انا عملته ده هيديني ايه. هيديني الهايت اوف ذا element، اقول له اوكي. وطبعا ده تايب بارامتر، بحيث ان انا لما اغير في الارتفاع هغير عن طريق التايب، مش هغير عمود عمود. وهقول له اوكي. هتبدأ تلاقي ان الدايمنشن بتاعك خد الليبل اللي حضرتك عملته، ان الاتش بيساوي كذا كذا. طبعا دي مش هتفرق معانا تماما حاليا، لان الموضوع بارامتر يعني متغير، تقدر تغيره بكل بساطة. ترجع تاني للريف ليفل من الفلور بلانز بكل تأكيد، وهبدأ اقول له الدايمنشن ده، هديله نيو ليبل، وهقول له وليكن ده الويدث، واقول له اوكي. ممكن برضو اعمل اديت للتول تيب، بس هي شيء غير مهم شوية، يعني مش هتفرق كتير. وهبدأ اعلم على الدايمنشن التاني، واقول له وليكن ده لينث، واقول له اوكي. كده انا انتهيت من البارامترز، انتهيت من الريفرنس بلان، انتهيت من الدايمنشن. وهي دي الثلاث نقط الرئيسيين الخاصين بأي فاميلي حضرتك بتعملها. ناقص بس ان حضرتك كده تبدأ تجري بعض التعديلات البسيطة، اهمهم طبعا هو الماتيريال فور ميدل بيهيفير. حضرتك عامل فاميلي عبارة عن ايه؟ هل هي ستيل ستراكشر؟ هل هي كونكريت؟ هل هي بريكاست كونكريت؟ هل هي وود؟ هل هي اذر؟ انا طبعا شغال كونكريت، فهقول له خليها كونكريت عشان يفهم الريفت لما اجي اصلحها، ان ده عنصر خرساني يقدر يتصلح بكل بساطة. يعني مثلا لو حضرتك عملت الماتيريال فور موديل بيهيفير كستيل، الريفت مش هيفهم ان حضرتك كده تقدر تصلح العنصر اللي حضرتك عملته. لو روحنا كده للـ 3D،
هنلاقي خلينا برضو نخلي الفيجوال ستايل يبقى رياليستيك. وقفنا كده عملنا سيلكت على الموديل اللي حضرتك عملته. خلينا نظبط شيء كمان وهو الماتيريال. هنا الماتيريال بيقول لك باي كاتيجوري، انا هقول له لا انا عايز اربط الماتيريال بالستراكشر ماتيريال عن طريق النقطة اللي موجودة جنب البارامتر الخاص بالماتيريال. هتقول له انك عايز تربط الماتيريال بالستراكشرال ماتيريال، وكده خلاص الموضوع بقى كده. نقدر نقول ببساطة ان الموضوع اصبح جاهز تماما. وخليني برضو اظبط الفاميلي بتاعتي اكتر، واقول انا عايز اعمل فاميلي تايبس مختلفة. وخليني اسمي اول فاميلي دي وليكن عمود 50 في 50 في ارتفاع وليكن 3 متر، واقول له اوكي. وهبدأ اخلي الهايت 3000 والويتس واللينجث 500، وهبدأ اقول له خليني اعمل ابلاي. هتلاقي العمود بتاعك بقى مساوي للبارامترز اللي حضرتك عملتها. خليني اعمل تايب جديد واسميه وليكن 60 في 60 في 4 متر، واقول له خليني الهايت 4000 واللينس 600 والويتس 600، واقول له ابلاي، واقول له اوكي. زي ما حضرتك شايف دي الفاميلي الخاصة بالعمود اللي حضرتك عملتها. هنبدأ نعمل سيف للفاميلي بتاعتنا في اي مكان. وخلي بالك ان الفيو اللي حضرتك هتعمل عليه سيف از هو ده اللي هيكون البريفيو لما حضرتك تيجي تعمل لود للفاميلي في البروجكت بتاعك. هبدأ اقول له فايل سيف از فاميلي، وليكن هنسيبها في الديسكتوب ونسميها كولون ويز كونستانت هايت. ليه سميته عمود بارتفاع محدد او بارتفاع ثابت؟ هنفهم الكلام ده بعد دقيقة ان شاء الله. انا كده عملت الفاميلي بتاعتي وعملت لها سيف از مفيش اي مشاكل. هبدأ اعمل فايل ثم نيو، وهفتح بروجكت جديد. هفتح اي تمبلت خاص بالبروجكت بتاعي مش هتفرق. خليني استخدم الاستراكشر اناليسيس ديفولت ميتريك اب مفيش مشكله. طبعا بعمل كرييت نيو بروجكت مش تمبلت، واقول له اوكي. وهبدا ارجع لي الفاميلي بتاعتي واقول له لود انتو بروجكت. دي طريقه عشان اودي الفاميلي اللي انا عملتها للبروجكت بتاعي. وكمان ممكن اجي من البروجكت بتاعي اعمل سي او او استراكشرال كولوم، وهبدا هنا الاقي الفاميلي تايبس والفاميلي نيمز بتاعتي اللي موجوده بشكل مباشر في التمبلت. انا مش عايز الكلام ده، انا عايز الود للفاميلي اللي انا عملتها. هقول له لود فاميلي، وهروح للديسكتوب المكان اللي انا شايل فيه الفاميلي الجديده. هلاقي الفاميلي بتاعتي الكولوم ويز كونستنت هايت، وزي ما قلت لك في البريفيو هو الفيو اللي حضرتك عملت عليه سيف از وانت شغال في الفاميلي اديتور. وهقول له اوبن. خلينا كده نبص على الريفت او الكولون فاميلي بتاعتي. هتلاقي زي ما انت شايف بقى عندك الكولون ويز كونستنت هايت اللي حضرتك عملتها، دي الفاميلي اللي حضرتك عملتها، وجواها تو تايبس اللي حضرتك برضو عملتهم وانت شغال في الفاميلي 50 في 50 في 3 متر وستين في ستين في 4 متر. خلينا نستخدم 50 في 50 في 3 متر. وزي ما حضرتك شايف العمود معاك مفهوش اي مشكلة. خلينا نسقط كده عمود بالشكل ده ونروح نشوف في اي elevation. زي ما قلت لك احنا عملنا في الريفت واحنا شغالين جوه الفاميلي اديتور من النقطة اللي انا واقف عليها او من البلان اللي انا واقف عليه العمود يطلع لفوق بارتفاع 3 متر. خليني كده اروح لليفل 1 واقول له عايز اعمل عمود جديد. هتلاقي ان نفس العمود هو اللي مختاره، اقول له اوكي في اي مكان. واروح كمان لاي اليفيجن، هتلاقي العمود ارتفاعه 3 متر زي ما كنت حضرتك عامل بالظبط.
ولو رحت لليفل 1 مره كمان قلت له عايز اعمل استراكشر كولوم، وخليت التايب التاني هو اللي اشتغل معايا وحطيته كده في اي مكان، ورحت لي نورث هتلاقي العمود اصبح ارتفاعه 4 متر زي ما كنت حضرتك عامله بكل بساطه، واقدر اغير زي ما انا عايز. هعمل اديت لي التايب بتاعي واقول له والله بص هنا لو وقفنا على الاتش هنلاقي ان التول تيب بتظهر معاك اللي هي الهايت اوف ذا اليمنت، وانما ال والويدث مش هتظهر حاجه لان حضرتك ما عملتش اديت للتول تيب. فلو خليت هنا الهايت يبقى وليكن 5000 وقلت له ابلاي، هتلاقي العمود اتحرك معاك وكمان العمود التاني اتحرك معاك لان هما كانوا من نفس التايب. ولو رحنا كمان لل 3D وخلينا كده الموضوع يبقى رياليستيك واخفينا الاناليتيكال موديل، هتلاقي الموضوع زي ما حضرتك شايف مفيش فيه اي مشاكل. طبعا انا كده عملت عمود بارتفاع محدد مش بيديني الاوبشنز اللي موجوده معايا وانا بعمل اي عمود باي فاميلي تانية. لو جيت اعمل استراكشر كولوم واخترت من الفاميلي اللي موجوده في التمبلت اللي هي ام كونكريت ريكتانجل كولوم 300 في 450، هتبدا تلاقي هنا في شريط الاوامر بيقول لك مجموعه من الاختيارات، عايز حضرتك عايز ترسم كدبس ولا كهايت وبارتفاع محدد ولا توديه لليفل معين وهكذا. الكلام ده مش موجود عندنا. ليه مش موجود عندنا؟ بكل بساطه لان حضرتك مستخدم الجينريك موديل اللي مفيهوش الاوبشن ان يكون في ريفرنس بلان في البوتوم وريفرنس بلان تاني سترونج في التوب. الموضوع ده موجود فين؟ لو جينا نقول له فايل ونيو فاميلي ورحنا دورنا كده في التمبلتس بتاعتنا، هتلاقي حاجه اسمها متريك جينريك موديل تو ليفل بيست، يعني متريك جينريك موديل مفيهوش اي مشكله ولكن بيديك الاوبشن بتاع ان يكون عندك تو ليفل تشتغل عليهم. لو عملنا لهم اوبن ورحت مثلا لي اي الفيجن هتلاقي عندك تو سترونج ريفرنس بلانز، الاور ريفرنس ليفل واللور ريفرنس ليفل. لو جينا كده نكرر العمليه بشكل سريع عايزين نعمل create extrusion، ثم دي اهي. طبعا ترتيب الخطوات اختلف شوية عن اللي عملته من شوية، ترتيب الخطوات ما يفرقش تماما، المهم انك تعمل كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها. ثم هروح لأي الفيجن هقول له align للأبر ريفرنس ليفل وهودي له العمود وهقول له constraint، ومش محتاج طبعا هنا اعمل خلاص dimension بالهايت لان هو كده الريفت فهم ان انا شغال بتو ليفل lower ليفل وأبر ليفل، هيديني الاوبشن ده وانا شغال جوه الموديل. خليني برضو اظبط كده الموضوع واقول له خلي لي الماتيريال خلي لي الاستراكشر يقدر يستخدم الريبور، حضرتك تقدر تسلح العنصر اللي حضرتك بتعمله، وهبدأ اقول له كده لود انتو بروجكت، مش محتاج اعمل سيف وكده بس بنعمل جاست كتجربة، وديني الموضوع للبروجكت 1 وهروح لأي بلان وهقول له كولوم، أبدأ أدور في الفاميليز بتاعتي لأرجع تاني أعمل لود انتو بروجكت.
دي الفاميلي اللي انا عملتها. طيب العمود مش موجود، ليه مش موجود؟ لان حضرتك ببساطة نسينا شيء مهم جدا، الا وهو ان الفاميلي كاتيجوري اند بارامترز لازم تبقى استراكشر كولوم، ونقول له اوكي، وتبدأ تلاقي الموضوع ظبط معاك ومفهوش اي مشكلة. تقدر تخلي الماتيريال تبقى استراكشرال ماتيريال، وكمان تخلي الماتيريال فور موديل بيهيفير كونكريت. طبعا احنا نسينا النقطة دي من شوية، عشان كده ما ظهرش معانا الماتيريال فور موديل بيهيفير، وما ظهرش معانا الماتيريال ان احنا نقدر نخليها ستراكشر ماتيريال، لان الريفت ما كانش فاهم احنا بنعمل اي فاميلي بالظبط، فخلى الموضوع عام واداك الاوبشن انك تقدر تصلح ولا لا فقط، ما ادالكش الاوبشنز لما اخترت او حددت انك شغال في فاميلي متعلقة بالاستراكشرال كولوم. دلوقتي نقدر نعمل لود انت بروجكت، ونروح لليفل 1 وليكن لو عايزين نعمل كولوم. هتبدأ تلاقي الفاميلي 2 دي هي الفاميلي اللي حضرتك كنت شغال عليها، ولو سبتها كده في اي مكان، او حضرتك لو خدت بالك ان شريط الاوامر اصبح متفاعل معاك زي بالظبط الفاميلي اللي كانت موجوده بشكل مباشر، بدك ترسم كديبس او كهايت. انا واقف في ليفل 1 هرسم كهايت، هقول له وديني الموضوع لليفل 2 وارسم كده عمود بالشكل ده. خليني امسح العمود ده واروح لاي الفيجن، هتلاقي العمود اللي حضرتك رسمته موجود معاك بالشكل المباشر ده ومفهوش اي مشاكل. كويس جدا كده، احنا اتكلمنا عن المتريك جينيريك موديل، اتكلمنا عن المتريك جينيريك موديل ويز تو ريفرنس او سترونج ريفرنس بلاند. الطريقه الابسط من ده كله ان انا ممكن اجي ببساطه من فايل واقول له عايز اعمل نيو ثم فاميلي، وهدور على المتريك ستراكشرال كول. ده تمبلت الريفت موجود عنده بشكل تلقائي، تمبلت بيمكنك انك تعمل ستراكشرال كولوم، وبيديك الريفرنس بلانز اللي حضرتك بتحتاجها، بيديك التو ليفلز اللي حضرتك بتحتاجهم، بيبقى الموضوع ابسط واسهل بكل تاكيد. زي ما حضرتك شايف مظبط بشكل تلقائي الايكواليتي اللي انت عايزها، بيديك تو بارامترز كديبس وك ويتس، مفيش اي مشكله. لو رحت لي الاليفيجن هتلاقي الاور ليفل واللور ليفل مفهومش اي مشكله. ففي الحاله دي لو انا عايز اعمل العمود بتاعي ببساطه كده هقول له اكستروجن، واشتغل بالباك لاينز وشغال باللوك مفيش اي مشكله، ثم هشتغل بالترم، ثم هقول له فينيش، وهروح للفرونت هعمل الاين من هنا لهنا، نكرر العملية عشان نعمل الكونسترين بتاعنا، وببساطة هخلي الماتيريال تبقى كونكريت، وهختار العنصر بتاعي واقول له خلي لي الماتيريال مرتبطة بالاستراكشر الماتيريال. طبعا احنا كده خلصنا الفاميلي اللي انا عايز اعملها في ثواني معدودة. خلني برضو عشان يبقى الموضوع كده بسيط وكويس جدا، زي ما حضرتك شايف هو مختار اوتوماتيك الاستراكشر كولوم. انا هنا هقول له عايز اعمل تايبس، واسمي وليكن ده مثلا سي 1، وهقول له الويتس والدبس 500 مفيش مشكلة، اقول له ابلاي، واعمل كمان وليكن سي 2 واخليه 600 في 600، قول ابلاي، قول اوكي، ثم هروح لل 3D اخلي الموضوع يبقى رياليستيك، وهقول له فايل سيف اس فاميلي، واسميه ماي كولوم.
هبدأ أقول له ودي لي العمود بتاعي للبروجكت بتاعي، واروح لأي بلان وهبدأ أقول له أنا عايز أعمل كولوم. هتلاقي إن الفاميليز بتاعتك بقى فيها مجموعة كبيرة من الاختيارات، يو سي يونيفرسال كولوم دي فاميلي موجودة بشكل مباشر في الريفت، وعندي الماي كولوم فاميلي اللي أنا لسه عاملها من دقيقة، والام كونكريت ريكتانجلر كولوم دي الفاميلي اللي موجودة بشكل ديفولت في التمبلت اللي أنا بستخدمه في البروجكت. فاميلي 2 هي الفاميلي اللي أنا عملتها بالتو ليفل بيزد جينيريك موديل، وعندي الكولوم ويز كونستانت هايت ده الفاميلي اللي انا عملتها بالجينيريك موديل فقط. خليني كده اجرب الفاميلي الجديده وليكن سي 1، هتلاقي الموضوع هنا زي ما انت شايف. بيقول لك حضرتك عايز ترسم العمود ده منين لفين، انا عايز ارسمه والله من ليفل 1. او خلي بالك احنا متعلم بشكل دايركت على البليسمنت كاسلانتد كولوم، طبعا ده عمود مايل هنتكلم عنه طبعا بس مش حاليا. انا طبعا شغال فيرتيكال كولوم، اقول له انا هرسم ك هايت وهودي الموضوع لليفل 2 وهرسم العمود بالشكل ده. ولو رحت لي اي اليفيجن هتلاقي العمود بتاعك اترسم بشكل مباشر. طبعا اختلاف الماتيريال هو اللي عمل اختلاف في الفيو، واتكلمنا على النقطة دي واحنا شغالين في الأعمدة، ولسه برضه هنتكلم عن الماتيريال بشكل محدد ان شاء الله. زي ما حضرتك شايف الاستراكشر ماتيريال هنا متحدده بكونكريت كاست ان بليز جراي، وهنا الاستراكشر ماتيريال مش متحدده اصلا، عشان كده ما خدش الفيو الخاصه بالماتيريال، ولكنه مش موضوع كده. احنا عملنا عمود بثلاثه تمبلت خاصين بالفاميلي. حضرتك لازم تطوع اللي انت عايز تعمله بالطريقه اللي تريحك، ولازم تبقى فاهم كل تمبلت يقدر يفيدك في ايه. طبعا انا عملت عمود مستطيل او مربع بشكل مباشر. حضرتك تقدر تعمل عمود دائري، حضرتك تقدر تعمل عمود باي شكل حضرتك عايزه. انا هنا عملت العمود بشكل مربع، انا ممكن اعمله كمستطيل كدائري كعمود سداسي اي شكل حضرتك عايزه. حرف ال ممكن تعمله بنفس الطريقة، حضرتك هتظبط الريفرنس بلان على الشكل اللي حضرتك عايز تعمله، ثم هتبدأ تعمل الدايمنشن بتاعتك، ثم هتبدأ تعمل الليبلز بتاعتك، ثم تبدأ تظبط الماتيريال، تعمل مجموعة من التايبس باستخدام التمبلت اللي حضرتك يريحك وانت شغال. واللي طبعا لو حضرتك بتعمل شكل طبيعي جدا وسهل وعايز تعمل فيه تركة بسيطة، هيكون التمبلت الخاص بالعمود اللي جاهز في الفاميلي تمبلتس اسهل لك واقصر الطرق انك تعمل الفاميلي بشكل مباشر. ده كده كان كلامنا عن الاكستروجن، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ نعمل مجموعة من الاشكال الارجولر عشان يبقى غطينا الموضوع بشكل كامل. فاتمنى يكون الموضوع مفيد لحضراتكم، شكرا ليكم والسلام عليكم.